يمكن أن يؤدي العلاج الكيميائي والإشعاعي إلى تساقط الشعر بالنسبة لبعض المرضى. قد يكون هذا هو التأثير الجانبي الأكثر إزعاجاً لعلاج السرطان. قد يختلف تساقط الشعر من شخص لآخر حتى وإن كانوا يتلقون العلاج نفسه. يمكن أن يبدأ تساقط الشعر بعد 7 إلى 10 أيام من بدء العلاج، ولكن التوقيت يمكن أن يختلف من شخص لآخر. يختلف التوقيت حسب العلاج المقدم. بإمكان فريق الرعاية الصحية الخاص بك المساعدة في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما يمكن توقعه لطفلك. لا يدل حدوث تساقط الشعر أو عدم حدوثه على فعالية العلاج. شعر الرأس هو الأكثر تأثراً، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتساقط الشعر من جميع أجزاء الجسم. قد يصبح الشعر أرق مع مرور الوقت، أو قد يتساقط في شكل كتل. قد يسقط من تلقاء نفسه أو عند تمشيطه بالفرشاة أو غسله. أيًا كان ما تقرروه بصفتكم عائلة فهو حق لكم وسيتم احترامه. يفضل بعض الأطفال والآباء قص الشعر لأقصر ما يمكن عندما يبدأ الشعر في التساقط، ويفضل البعض الآخر حلق الرأس لمنع تساقط الشعر ببطء. ويفضل بعض الأطفال ترك شعرهم يتساقط بشكل طبيعي. كل الخيارات مقبولة. إذا كنت ستحلق رأسك، فيرجى تجنب استخدام شفرة الحلاقة لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بجرح في بشرتك. بدلاً من ذلك، استخدم ماكينة حلاقة كهربائية. دع طفلك يتخذ القرار عندما يتعلق الأمر بتساقط الشعر، هل يريد حلق شعر رأسه أم قصه؟ هل يريد ارتداء قبعة أو وشاح أو اختيار شيء جديد؟ قد لا يرغب في تغطية رأسه على الإطلاق، وهذا لا بأس به أيضاً. يرتدي العديد من الأطفال القبعات أو الأوشحة أو الشعر المستعار إلى أن ينمو الشعر مرة أخرى. لا توجد طرق مثبتة أو قياسية لمنع تساقط الشعر لدى الأطفال المصابين بالسرطان. يمكن لأحد أعضاء فريق الرعاية الصحية الخاص بك أن يشارك معك الموارد حول كيفية طلب شعر مستعار. يفضل الكثير من الأشخاص ارتداء قبعة أو وشاح لإبقاء رؤوسهم دافئة، خاصة في الليل. قد يشعر طفلك بالحكة أو الوخز في رأسه عندما يتساقط شعرها. يمكن أن يساعد التدليك اللطيف أو استخدام المرطب في تخفيف ألم فروة الرأس. تنعد الحماية من الشمس أمراً مهماً. استخدم حاجب الشمس الموجود في القبعة لحماية فروة رأسك. نحن ندرك أن تساقط شعر طفلك قد يكون أمراً مزعجاً بالنسبة لك. هناك العديد من المشاعر التي ترتبط بتساقط شعر طفلك. تحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على الدعم. يمكن أن يكون سقوط الشعر أمراً صعباً من الناحية العاطفية. إنه أحد الآثار الجانبية المرئية للعلاج، ويمكن أن يؤثر على الثقة بالنفس. بالنسبة لبعض الأشخاص، يعد تساقط الشعر الجزء الأصعب من العلاج. هناك برامج يمكنها تقديم نصائح حول الآثار الجانبية المرتبطة بالمظهر الناتجة عن تلقي علاج السرطان. قد تشعر أنت أو طفلك بالقلق بشأن التغيرات التي تحدث في المظهر. تحدث إلى الفريق الخاص بك. سيكون لديهم استراتيجيات حول كيفية التوسط في ردود أفعال أقرانهم. إذا كنت تشعر بالقلق بشأن عودة طفلك إلى المدرسة، فناقش الاستراتيجيات مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك بشأن التحدث إلى المدرسة. عادة ما ينمو الشعر مرة أخرى عندما تصبح علاجات السرطان أكثر اعتدالاً أو عند انتهاء العلاج. قد يختلف لون شعر طفلك أو ملمسه أو يصبح أكثر تجعيداً أو أكثر سمكاً أو أرق مما كان عليه قبل تلقي علاج السرطان. يرجى التحدث إلى الفريق الخاص بك إذا كان لديك أي مخاوف أو أسئلة تتعلق بتساقط الشعر.